بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة دي سدح يوتوبنات، حلقة دي لبي يوتوبنات، وحلقة دي كهر ريسي أيام حكرة هنديني مستحبات الصيام، وحن نوجود دم بيسي قضب كأفراد أو أه وحيابها لغو أفرو قفك صومن وحيابها لو باهي إنو كو أفرو وحكمد أه تمرتا رطبك لو يقان هدي أوسن هلين تمرتا عادقة أو تمرتا هدا نغاي سنة رطبك أنت بدن ما باهي ما بنقان نبا ما باهي هلي كرنبا تمرتا عادقة تمرتا عادقة مركو حال لو باهي إنو نغطو وتري ترس دير وتري معناها وحاول ترد معناها هلك سد حدا شنطة تضبط سجالك ترد سدال لها معنا وتري هدي ومعناها تمرتاس وايو وإن أكو أفرا بيو وإن أكو أفرا بيو إذا مركة تمرتا يا معناها أفضل أ هدي أدب ويسدنا بيها تمرتا معناها وحاسي أفضل بدن رطبك هدي أدب ويسدنا تمرتا عادي كمان هدي أدب ويسد بيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا أفري رطبات كان قبل أن يسلي فإن لم تكن رطبات فعلى التمرات هذه رطبات كواين تمرك أفرجري فإن لم تكن حسن حسوات من ماء حسا حسوات من ماء هذو بيها تمرتي رطبات كوايو أو تمرتي وايو معناه النبي وحكوا قادن جري قادش بياء أيك أفرجري معنا فإن لم يجد شيئا نوى الفطرة بقلبه هذه أدوح بويس كور بيه وويسي تمر ما هيسد رطب ما هيسد محاسة ما ينسى ودني سنسى معنا وقت أفرك على الجوزة ما ودني سنسى خلاص واد أفرتي وين كفي لانتا معنا قلب كشناد إن الدعيسته مركز أفريسو إن الدعيسته وأنا أرنت معنا إن بدن إن بدن إن بدن وأنا نقميت أي غافل كي هو وقت أفرك هذه اللي قارو وحن عنا نقوة فرحانينا وحبان عنينا وانا خلاص ورينو أسو عنينا معناها وحقوة بحكمة ديا ماشاس نقخل دنبا مركي أدو فيرس داتك معدم كودا معدمك أما داتك أنت بادن مركات فيرسو حواي شهر رمضان أرتو معناه ويفهم سيهن شهر العبادة إنه التحي ويددالة يعني ما شاء الله لكن حقو أقونتي أو ير إيه الددالكي أو ير أيا وح بدن نجح اللابية وحكم يدا إن أنا معناها وحيابها أنا أردن أنا إسكفض ضي سنو أو أنا معناها دق بقول جنب وحكم يدا مركي أنا أفرينو إن أنا بسم الله راشين يوم معناها دن تن عبنو دعاء دي دم بان إسكهل مانو وحاسو لأنه وحواي وح أدي كام معناها كام قنواي وشيء أدي كام قنواي شيء قا هذه كام مقنة وكام مقنة هذا معناه كصوت درسنا إذا مركب وحكم إذا مركب الدعاء نبي قال صلى الله عليه وسلم وحولي هاي سدح لا ترد دعواتهم سدح دعاء ذا أما بريض هذا إلهي ما علية بمعنى هو أجيبة ومعناه هو أقبلاء وحكم إذا قف كصوما قف كصوما مركب معناه هذا إلهي بريء إلهي سبحانه وتعالى وكأقبلاء مسلك دل دن مسؤول كأو عادل أ أسألنا وح الله وح إلهي ويدست إلهي ومعناها هو أوسيا قف كل الدلمي أو مظلوم كأ أسألنا وح الله إلهي وح ويدست هذوك هبارة هتو كلها ليا أنت أنا بمعناها هو حرس مرك هدي وح إلهي ويدستان ومعناها هو والسينيا إذا مرك حديث كلا وح ليا أسألنا سدح دعاء هذا معناه إذا نبريض هذا لم يعليه وحكمت دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر والدك إيو مسافرك إيو قفك صائمك إذن مركي مركي أفوري سيد قعمها كروتاك إله سبحانه وتعالى ويدي وحي باهد هذا معنى قلبك لحاد الإكثار من الصدقة مهم وال مهم
يوسف كسيجن معنا فرصد داس ذهبي وايا فرصد داس وفرصد أتكفى إذا ستها نقطه نبي صلى الله عليه وسلم وحو أهان جري معنا رمضان كأد إي آد وددالي جري مركا إكثار من الصدق صدق غدب إناد بادسد إيوه تلاوات أما تلاوة القرآن قرآن كإناد أخرسد أو آد معنا بشة رمضان هل مرة ميسد أما الله برد ما يسد أما صدح ما يسد أنت أودي كرتالي إيوه إن أدت أفرسد أدت أودي كرتالي دات إن أفرسد قرقا لكو أفرين كرتا أما قرقا لكو أفرين كرتا سيدة أولا أكسانا كل أنا سيدة إلا في عن إن قفك معناها قرقا سا وحي معناها باهدي سي قرقا سا لوغو رميسترو أيا في عن محايا لي وحاسور تقل أقفك إنو حشونا يو أو قرقا إنو يمادو وكحشونا يو لكن هدي وحي سلي هذا رمضان كان بشان وحي أتكو أفر اللي دوا كوان دي بو معناها أسميه وهيستو أما أسمي نفتي سبق وودي كان أسميستو إن معناها وحي سلا سيو إذن قاب كستب استعمال هذه مركز شيء كان إله درت أدو بحسن يسوي حام مهم أ إن أت شيء كان أت مهم كون نقطة سيا أدو بدن أجهشد أو أجفا إذا ستد إن أت معناها صدق هذا أيكو قرصوناتو أديك يا أسجى إلهي بس إذن أقال إذن الإكثار من الصدقة صدقة إلا بديو والتلاوة القرآن إيوه والتفطير الصائمين إن معناها دتك صوما لأفريو إيوه والسائر أعمال البر أعماشة نوعي هذا كلا دوان إنت أنا ما هنا نوع كستو وعمل ونعكسن كد ذال نبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس نبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير أجود الناس بالخير نبي قوحي أها دتك قد ذلك بدن خيرك وحونا بذ ذلك إنت بدن قلين جري في رمضان رمضانك إلا جبريل وإيمادو وجبريل معناها لدراسية قرآنك وحاكم إذا مرك الاجتهاد في صلاة الليل صلاة الليل أنو قد ذلك قفك صلاة الليل وحالي رادا عشيها اللي قبل الله إلا صلاة الصبح إن معناها وقف كان ودادال كاس بدن بحيو أو ودادال كاس بحيو مركة اجتهاد في صلاة الليل وبالأخص سيقار أهان إن معناها وكو بحيو طبنك دنبي طبنك دنبي إنو قليو محايا النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وحيلادها النبي صلى الله عليه وسلم هدي طبنك الدنبه لقارو طبنك الدنبه هدي لقارو وددال جري ددال كيسا معناه ولا بلاب جري أهل كيسو كعين جري معناها آد إي آد أيو وددال جري حديث كين وحوها من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قلب كسيداد هدي وقفك أودي كارو إنو عمره يستو محايا لي عمرة في رمضان تعدل حجة عمره معناها رمضان وحي يقول لك أنت حجة يقول لك أنت ومعناها حجك يا معناها كو أجري نغنسة معناها كو أجري نغنسة يا حجك يا عمره دانا معناها وحوا يا عمره وحوا لكن درجة دي معناها زائدة يسألو جدا معنا قلبك أقدم بيو سقالات هدي لبعتاء الله كلانتو oo qofku aflagaadeeyo ama ku dhibaateeyo soonka uu ka halayn waxa tiraa anigu waa soomanahay isku mid manihin adiga haddana ilaahay ka baqay inuu xishoonin aniga shaqo kuma leeyahay waa soomanahay khalas nuu kala wad maxay yeelay hadii uu macna hadii uu kugu xad gudbo jaahil faqul inni salaam faqul salaam wuxuu nabadgelyade idan انت سي معناها ومستحبات ومعناها صومك مهم كو ان معناها وقفك صائمك او كود دالو الله سبحانه وتعالى وحن ويديننا ان نغا دغو كو كود دالو او ارنتا سي كفايديستو انو الله نغا دغو ايان الله ويديننا سبحانه وتعالى ان شاء الله تعالى الله نو ويدسننا انو رمضان كان ونو اقبله او معناها عبادته ونو اقبله حلقه 13 انت سأيون كسو قبقبين يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.